معنا هاتفيا من واشنطن رئيس مركز العلاقات المصرية الأمريكية دكتور صفي الدين حامد. مرحبا بك دكتور صفي الدين. كيف تلقى الجمهوريين والديمقراطيون الأنباء التي تحدثت عن توجيه المحقق الخاص روبرت مولر اتهاما إلى 12 ضابطا روسيا بالقرصنة الإلكترونية للانتخابات الرئاسية؟ نعم، تحياتي لك ولكل المشاهدين. وحياك للقناة. هو طبعا في كما تعلم يعني علاقة حادة جدا حاليا ما بين الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، وعلى أكثر من ساحة وعلى أكثر من جبهة. يعني تعيين القاضي جديد للمحكمة الدستورية العليا، ودي طبعا هتبقى معركة كبيرة، لكن بالذات يعني العلاقة ما بين ترامب وما بين الاتحاد السوفيتي، ما بين الاتحاد الروسي وعلى رأسه طبعا بوتين. ف ان يعني التحقيق يؤدي الى اتهام اكثر من 12 او 13 ضابط مخابرات روسي كان يعني يعيش فسادا او يحاول ان يعيش فسادا في الانتخابات في سنة 2016 ما بين هيلاري كلينتون وبين ترامب. هذا طبعا اولا مش مقبول من اي امريكي، فما بالك بقى بالديمقراطيين اللي هم حاليا بيحاولوا بقدر الامكان انه يحجموا وحتى يقللوا من شأن ومن قوة ترامب. فالحقيقة يعني احنا بنتكلم على معركة، يعني بيطلبوا منه على الاقل انه يلغي الاجتماع، ولكن على الاقل انه يعد انه يضعه امام العالم كله، يعني لان دي طبعا غير مقبول. نعم، اذا كيف تصف تاكيد البيت الابيض بان القمة في موعدها على الرغم من هذه الاتهامات؟ يعني ساعات ويلتقي ترامب الرئيس الروسي بوتين. هو يعني بيحاول طبعا ترامب يعني ياخذ العذر ويقول انا ساثير القضية مع بوتين. الله اعلم هل هيثيرها فعلا او لا، هل هيثيرها بطريقة يعني حانية او رقيقة، او فعلا هيضع امام الفضيحة اللي هي يعني محاولة تخريب. يعني كل هذا مفهوم ترامب مراوغ بطبيعته، وما عندوش مانع انه يستعمل اي الاساليب الماكرة. هو اصلا رفض ترامب يعني في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة الوزراء البريطانية، ترامب قال ان اتهام روسيا بالتواطؤ غباء. كيف ترى هذا التصريح؟ يعني هو يعني استعمال الالفاظ النابيه او استعمال الالفاظ السخيفه اللي بتستعمل دي ليس لها محل من الاعراب. احنا بنتكلم على انسان اولا يعني لجنه تحقيق بيرأسها رجل محترم مولر، وكانوا يعملون بجد واجتهاد وصمت وادب وطبعا حرفيه شديده، لان هذا الرجل كان كما تعلم يعني رئيس للاف بي اي لمده طويله من الزمن تزيد عن 10 سنين. فيعني لكن يعني هذا الكلام الهوائي اللي بيصدره الرئيس ترامب يعني للاستخدام ادعائي يمكن من قناه فوكس ولا شيء، لكن هو لن يؤثر في الموضوعيه الحقيقيه ان يجب ان نقف مع الاتحاد الروسي وقفه صارمه حتى لا تتكرر مثل هذه المحاولات الغير مهنيه وغير مقبوله طبعا. نعم. ما بين اي دوله والاخرى. ولكن ما تداعيات هذه الاتهامات؟ هل تتوقع ان تؤثر هذه الاتهامات في ترامب وتجعله يغادر البيت الابيض قبل الموعد المحدد؟ لا طبعا، لانه اذا ثبتت يعني الاتهامات يعني. نعم، لا، هذه الاتهامات بتتهم روسيا والمخابرات الروسية. نعم. وطبعا التحقيقات هتاخد وقت طويل، وللأسف ان هؤلاء الناس ليسوا موجودين الآن على أراضي أمريكية، فممكن جدا ان يعني يقال ان احنا لا بحثنا عنهم ولن نجدهم، لكن ولا يقبل حتى الرئيس الروسي انه هيسلم اي واحد منهم حتى للتحقيق. فيعني لكن على الأقل يجب على الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة بالرئيس ترامب انها تبدي غضبها
ويعني تشير إلى أن تكرار مثل هذا سيكون لها عواقب وخيمة على العلاقات وعلى روسيا نفسها. شكرا يعني جزيلا. نستطيع ان احنا نرد على هذا، لكن هذا يعني يعتبر عبث اذا مر بسلام بدون اعتذار او بدون تحقيق او تعاون على الاقل في التحقيق لنصل الى الحقيقه كامله. من واشنطن رئيس مركز العلاقات المصريه الامريكيه دكتور صفي الدين حامد، شكرا جزيلا لك.